لبنان على المذهب الحنفي. أنا أعمل إيه؟ حقرأ يا مولانا؟ أخذت بفتوى أبي حنيفة في جواز التعامل. أخذت فتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة في جواز التعامل بين قوسين بالربا مع غير المسلم في هذه البلاد. ما الحكم الشرعي والتوجيه الذي يتفضل به فضيلة مولانا حفظه الله؟ لا، ورقة واحدة، سؤال واحد. لا لا، تفضل يا مولانا. الله تقصد يصيدك، مش معقول. هو سؤال لك، أنا مجاوب عليه 50 مرة والله، جاوبتي 50 مرة قبل كده، بس هم عايزين، صار محفوظا عندك. هم عايزين مصدر آخر يا مولانا. والله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأخواتي، كنا نتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر من مخالفة أمره، وهذا مقتضي منا أن نعلم أن كل إنسان بينه وبين الله حد معين. هذا الحد في التعامل مع الله جل جلاله لا بد فيه أن يحتاط الإنسان وأن يتطهر، أن يكون نظيفا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. واليوم سمعنا في كلمة فضيلة سماحة المفتي ما سماه بالصداقة مع الله، بمعنى الصدق الكامل الخالص في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وذلك مقتضي منا يا إخواني أن نعلم أن الذنوب التي حرمها الله تنقسم إلى قسمين من ناحية الضرر: ما ضرره دنيوي وأخروي معا، وما ضرره أخروي فقط. بعض الذنوب لها أضرار في الدنيا والآخرة، هذه الأضرار الدنيوية ليست من جزائها وإنما هي من شؤمها، فالذنب له شؤم، ولذلك الجزاء لا يتعدى صاحبه. الله لا يعذب أحدا بذنب شخص آخر، ولكن يصيبه بشؤم ذنب شخص آخر، فشؤم الذنوب يتعدى. ولهذا قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد يصيب الأطفال الرضع الذين هم غير مكلفين، ويصيب الأبرياء، ويصيب الصالحين. لله حكم في كل أمر. ما تسمعون من الزلزال المدمر الذي حصل، هذا الوباء الذي عم الأرض كلها، هذا الركود التجاري والتضخم، هذا الإفلاس الذي فيه بعض دولنا الإسلامية وبالأخص العربية، هذه بلايا من الله، لله فيها حكم كثيرة، ليست عقابا للأشخاص. ولذلك لو أحصيتم الذين تحت الأنقاض في سوريا وفي تركيا لوجدتم كثيرا من الصالحين والأطفال والشيوخ الذين ما لهم ذنب يعاقبون عليه، فليس هذا عقابا قطعا في حقه، لكنه شؤم ذنب العباد، أصاب العباد فيصيب الحوت في البحر، ويصيب الشجرة والنبات، ويلوث الأكسجين في الهواء الذي نتنفس فيه، ويمنع القطر. فذنوب الناس لا بد أن يستحيوا من ضررها الذي يتعدى إلى غيرهم بشؤمها، والعكس صحيح، الحسنات جزاؤها أخروي، فالدنيا دار عمل ولا جزاء، ولكن بركتها دنيوية. فبركة العمل الصالح يحصل به ما ذكر فضيلة شيخنا في دار الإسلام الآن من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والعافية، هذه من بركات الأعمال الصالحة. ولذلك قال: أو قرية كانت معصومة من سخط الله بهم، إمام عادل لا يظلم، وعالم مهتد على طريقة الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونساء لا يتمردن على الحجاب التمرد الذي ذم الله في سورة الأحزاب. فإذا اجتمع الأربعة رفع بهم البلاء، فيكونون بمثابة المظلة ترفع البلاء عن تلك المدينة على من فيها من الكفار والفساق والعصاة، يرتفع البلاء عن الجميع.
ولهذا بعض الذنوب أضرارها على الإنسان ماحقة في الدنيا والآخرة، ولهذا لا بد أن يبتعد عنها مطلقا، وذلك مثل شرب الخمر. ما يمكن أن يقول الإنسان الخمر محرمة في دار الإسلام لكنها مباحة في غيرها. الزنا، ما يمكن أن يقول الإنسان الزنا محرم في دار الإسلام لكن يمكن أن يكون مباحا في غيرها، ونحو ذلك. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الغيبة، المشي بالنميمة بين الناس، كل إفساد في الأرض، هذا ممنوع في كل بلد وفي كل زمان، ولا تنظر فيه إلى الطرف الآخر الذي تتعامل معه بل انظر إلى نفسك. بعض الناس يشتغل في مثل هذه البلاد مثلا أو غيرها من البلدان الأخرى ببيع الخمر، يقول أنا لا أبيعه للمسلمين لكن أبيعه لغير المسلمين، لكن البيع طرفان إيجاب وقبول، أنت بعت وأنت مسلم فلا يحل لك ذلك. بيع المخدرات، ترويجها، كل ما فيه ضرر مثل هذا النوع لا يحل للإنسان تحت أي طائلة وفي أي بلد كان. ما سوى ذلك من الذنوب الأخروية، هذه نعم مثل الربا، مثل غيره من الأمور التي فيها حقوق، هذه الحقوق نعم يمكن أن يفرق فيها بين محل ومحل ومكان ومكان وشخص وشخص أيضا، لكن لا بد أن يكون ذلك على أساس نظافة العلاقة بالله، الجانب الذي بينك وبين الله تكون نظيفا فيه، وأن تنظر أيضا إلى المصلحة. بعض الناس يقول مثلا الدار هي التي تعصم، لأن عصمة الإيمان إنما تكون عصمة المال إنما تكون بإيمان أو أمان، فيقول غير المسلمين إذن مالهم غير معصوم، فيأخذ منه ما أراد بالغصب أو بالسرقة أو بالاحتيال. هذا الإنسان الذي يفعل هذا أضر بالمسلمين ضررا عظيما، لأنه يسد عليهم أبوابا كانوا ينتفعون منها، أضر بالإسلام نفسه لأنه شوه الإسلام لدى الناس، ويحول بين كثير من الناس وبين أن يدخلوا في الإسلام لأنهم يرون المخالفات التي يقع فيها بعض المسلمين. وقد ذكر لكم المشايخ من قبل الشيخ إبراهيم حفظه الله في كلمته أنكم سفراء، والسفراء لا بد أن يتحلوا بشيء من الدبلوماسية، لا يمكن أن تكون فتانا تصد الناس عن دين الله، الناس مقبلون على الدين. وقد ذكر عدد من الإخوة أن هذه القارة قارة خصبة، وأن أهلها يمكن أن يستجيب كثير منهم لهذا الدين، لكن إذا رأوا تصرفات مشينة يقع فيها كثير من المسلمين كانت فتنة عليهم وصدا لهم عن سبيل الله، ويكون الإنسان آثما قاطعا للطريق مانعا للناس من الدخول في دين الله وإثمه مغلظ. أنس بن مالك بين أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا أشد من غضبه يومئذ عندما قال إن منكم منفرين، لا بد أن يحذر الإنسان من التنفير. ولهذا يسعى الإنسان دائما لحسن الخلق وانبساط الوجه وابتسامة الفم ونظافة اليد والعفة وحسن التعامل حتى يكون فعلا سفيرا، هذه أبجديات دبلوماسية في التعامل مع الناس. مرة من المرات أسلم عندي رجل من الكبار الدكاترة الفرنسيين، فخشيت عليه من الفتنة عندما يرى، لأن بعض الناس يكون مثالي جدا ولا يتحمل أي خطأ، من كذب عليه مرة واحدة لا يسمع منه بعد ذلك كلمة، فخشيت عليه من الفتنة، فقلت له يا أخي أنت الآن أصبحت أخا للمسلمين ودخلت في دين الله الإسلام، لكن لا بد أن تعرف أن هذا الإسلام الذي دخلت فيه دين كبير جدا، وأن أهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، من المسلمين من هو في الإسلام في مستوى الروضة، ومنهم من هو في مستوى الابتدائي، ومنهم من هو في مستوى الإعدادي، ومنهم من هو في مستوى الثانوي، ومنهم من هو في مستوى الجامعة، ومنهم من هو في الدراسات العليا في الماجستير، ومنهم من هو في الدكتوراه، ومنهم من هو فوق ذلك.
فكذلك من تخالطهم من المسلمين سترى منهم من قدره من الإسلام مستوى الروضة فقط، ومن مستواه الإسلام مستوى الابتدائي، وقد تجد فيه من مستواه مستوى أستاذ كرسي ما شاء الله مثل شيخنا الشيخ إبراهيم وشيخنا الشيخ فداء، لكن كثير من الناس بين ذلك. فهنا تخاف الفتنة على الناس. أما ما يتعلق بالحكم الشرعي المفرد في ذلك، فالإنسان إذا عمل بأي مذهب من المذاهب المعتبرة فقها وراعى المصلحة ولم يشوه الإسلام ولم يسد على المسلمين بابا، يعني لم يكن تحت طائلة القانون، كان التصرف الذي يتصرفه موافقا لمذهب من المذاهب المعتبرة وكان غير مخالف للقانون حتى لا يكون فيه تشويه الإسلام والمسلمين، واستطاع أن يحصل منه على نفع حينئذ ينتفع به لا بأس، لا نمنعه من الانتفاع به، لكن فقط لا بد من الجانب الأول جانب الله، لا يقدم عليه على أنه ربا، بل يقدم عليه على أنه حصول على مال بوجه قانوني، لأنه إذا أقدم عليه وهو في نفسه يعلم أنه ربا، الربا تعهد الله عليه بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم واحد يأكله الرجل من ربا أشد من 36 زنية، من الزنا 36 مرة. فلذلك لا بد أن يتعامل الإنسان بهذا التعامل وهو لا يريد به الربا، وإنما يريد به أنه تعامل من الناحية الشرعية أخذ بالمذهب المبيح له، ولا ينكر عليه أحد من المسلمين، لأن هذه المذاهب كما ترون مدارس في التعامل مع النصوص، والأئمة المجتهدون كلهم من الذين أنابوا إلى الله، أبو حنيفة من الذين أنابوا إلى الله، مالك من الذين أنابوا إلى الله، الشافعي من الذين أنابوا إلى الله، وأحمد بن حنبل من الذين أنابوا إلى الله، والله قال: واتبع سبيل من أناب إلي، فأنت مأمور باتباع سبل المنيبين إلى الله جل جلاله بنص القرآن. فلذلك يقاعد الفقهاء قاعدة فقهية، وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، أي مسألة فيها خلاف بين أهل الاجتهاد من أهل العلم فلا إنكار فيها، معناه ليس فيها إنكار المنكر، ليست من المنكر الذي ينكر. وهذه القاعدة قد اعترض عليها ابن تيمية رحمه الله، فقال: القاعدة فيها إطلاق في غير محله، فكان اللازم أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن بعض المسائل حسمتها النصوص فلا تكون محلا للاجتهاد، ولو كانت مذهبا من المذاهب لك الحق أن تنكر فيها وتعتبرها منكرا. رد عليه الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير، شرح فتح القدير على الهداية المرغناني، فقال: إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد. هذا رد أصولي فعلا واضح، أن المسائل التي اختلف فيها الأئمة هي من مسائل الاجتهاد. يبقى قضية أخرى، وهي التأكد من ثبوت نسبة القول للمذهب. كثير من الناس يسمع فقط من خلال الشيخ جوجل ويتكل عليه، وهذا إسناده غير متصل وفيه كثير من المجروحين، فلذلك لا بد أن يأخذ الإنسان الرخصة عن ثقة ولا يترخص لنفسه. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني أن تعلموا أنكم في بعض الأحيان تسمعون كلاما لشيخ أو عالم تثقون به فعلا، ولكنه لم يتكلم بذلك الكلام في بيئتكم ولم يوجهه إليكم، قد تستدلون يسمع بعضكم فتوى لعالم كبير مثل الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ أو محمد ناصر الدين الألباني أو الشيخ شعيب الأرناؤوط أو أي شيخ من الشيوخ الكبار في بيئة أخرى وواقع آخر افتابها في ظروف معينة، وهذا كلام مخلوق، كلام المخلوقين محدد بالزمان والمكان، ليس مثل كلام الله الذي لا يحده زمان ولا مكان. فلذلك فتاوي الأئمة وفتاوي العلماء هي مقصورة على أماكنهم وعلى المواقع التي حصلت فيها. وهنا فقط يسمح الشيخ فداء
مسألة أجد لها فرصة، وهي الفرق بين الفتوى والتعليم. هذه البرامج اللي تسمعونها في التلفزيون والإذاعة وحتى هذه التي بين أيديكم الآن ليست داخلة في نطاق الفتوى فقها وشرعا، إنما هي تعليم. أما الفتوى فهي أن يأتيني فلان من الناس ويقول أنا حصلت لي نازلة صورتها كذا وكذا وأنا واقعي كذا وكذا، فهل ترى لي من رخصة في ذلك، فأفتيه أنا في تلك المسألة. الفتوى الإخبار عن خاص لا ترافع فيه. أما التعليم فهو الإخبار عن عام، قد يقع فيه الترافع فيؤول إلى القضاء، وقد لا يقع فيه الترافع فيؤول إلى الفتوى. لكن إذا قلت أنا إن المذهب الهلاني يبيح شراء البيوت في مثل هذه الحالة عن طريق البنوك، فهذه ليست فتوى، هذا تعليم. لكن كل واحد أراد أن يقدم على شراء البيت يذهب إلى المفتي ويقول حالتي كذا وكذا، هل ترى أنني من أهل الرخصة، أنه يجوز لي شراء البيت بهذه الواقع؟ يقول له نعم أو لا. لكن هذه القضية تتعلق بمفتي هنا عارف الواقع الذي تعيشونه، هو يعرف حالك أنت، وإذا كان يجهل حالك لا يحل له أن يفتيك حتى يعرف حالك. الشاطبي قال كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، قضية صغرى واقعية وقضية كبرى شرعية. فالقضية الصغرى الواقعية يكثر فيها الخلاف، والقضية الكبرى الشرعية يقل فيها الخلاف. كمن صلى إلى هذه الجهة فقلت له صلاتك باطلة لأنها على غير القبلة، بالنسبة للصلاة إلى غير القبلة هذه قضية شرعية كبرى، وهذه لا نختلف فيها لأن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن القضية الواقعية الصغرى، هل هذه الجهة جهة القبلة أو لا؟ هذا محل بحث يمكن أن نرجع فيه إلى كثير من الأدوات والوسائل حتى نعرف جهة القبلة بالضبط، وهل إذا كنا في طرف الأرض تكون قبلتنا بالخيار إلى أي اتجاه يؤدي إلى جهة مكة أو غير ذلك، أو هل نعمل بالخريطة المسطحة أو بالخريطة المكورة. هذه اجتهادات لأهل العلم ولهم أن يقولوا إن يأخذوا فيها بما ترجح لديه. مثل هذا المسائل التي يختلف فيها كاعتبار الحساب في ثبوت الأهلة، دخول رمضان، دخول شهر شوال، دخول عيد الأضحى، هذه مسائل شعائر كبرى في الإسلام ينبغي أن لا يختلف فيها الناس، لأنهم لو اختلفوا فيها لكان ذاك مدعاة للتشكيك في الإسلام نفسه، ويقال هؤلاء ليس دينهم واحدا، هؤلاء فيهم أيضا في الإسلام بروتستانت وكاثوليك والأرثوذكس وغيره، والإسلام ليس كذلك، الإسلام دين واحد. فلذلك لا بد لأهل كل بلد أن يكون فيهم عرفاء حتى لو لم نقل علماء، عرفاء معناه ناس عقلاء، كما قال مالك لا أراها اليوم تجتمع في واحد، هذه الصفات التي صفات أولي الأمر، قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يعف أو يكف، روايتان عن مالك. فأهل البلد لا بد أن يكون لهم عرفاء، وهذا العرفاء يرجعون إليهم، فإذا اتخذوا قرارا لا بد أن يصاع له الجميع، حتى لو كنت مخالفا لهم في المذهب أو في الطريقة أو في التوجه الدعوي أو التوجه السياسي، هذه مصلحة الإسلام الكبرى مقدمة على كل ذلك، تذوب كل هذه الفروق وتذوب كل الخصوصيات في مقابل مصلحة الإسلام. مصلحة الإسلام تقتضي أن يكون المجتمع منصهرا كما انصهرنا بالخلوص من جنسياتنا الأصلية وبالخلوص من أنسابنا وأسرنا، وأصبحنا في الله إخوانا هنا جميعا. لا بد أيضا أن نتخلص من كل ما يؤدي إلى الخلاف على الأقل في مسائل الشعائر الدينية الكبرى، وأن يكون لنا عيد واحد يعيد فيه المسلمون في القارة جميعا، أن يكون لنا صوم واحد نصوم فيه جميعا، أن يكون لنا فطر واحد نفطر فيه جميعا. كذلك القبلة أيضا، هذه الحمد لله ليست مطروحة لكم هنا لكنها مطروحة في بعض البلدان كأمريكا، أن تكون قبلتنا أيضا متفقة، فهذه أمور لا بد من استحضارها. شكرا لكم سيدي. تعقيب هكذا دقيقة للدكتور، دقيقتين دكتور إبراهيم بعد. حاضر يا سيدي. أخذ الاثنين، الطمح كويس.
والجمع مش كده مولانا؟ نعم جمع أولا إجابة نعم حاضر إجابة مولانا الشيخ درس هقول لكم على اللي أنا فهمته منه ممكن؟ أنا عارف إن أنتوا فهمتوا التفاصيل بس أنا هقول في الدقيقتين اللي أنا فهمته منه. يجوز إنك تاخد بقول أي مذهب من المذاهب المعتبرة. وفي مجتمعنا هنا ونحن نسبح ضد التيار هويتنا في خطر، أسرتنا في خطر، هناك مؤسسات للمنكر لها مئات السنين لا نستطيع أن نتعامل معها أو نتجاوز بكلمة. طب ما العمل؟ ما العمل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنك تصنع مؤسسات للمعروف حتى ولو كانت مؤسسات عرجة، حتى لو كانت مؤسسات برجل واحدة مؤقتا لحد ما تقوى. ورأي الأحناف في القضية المطروحة اللي هي موضع السؤال أو موضوع السؤال معروف، لكن إذا قلنا به في مجتمع المهجر من يتحمل مسؤولية إسقاط مهابة الحرام في الأجيال القادمة؟ أنت الآن بتسأل ليه؟ لأنه عندك بقايا حساسية إسلامية بتخليك خايف من الحرام، وده شيء جيد جدا. إذا قلنا بهذا الرأي وعممناه في أستراليا، خد بالمذهب الحنفي وبجواز التعامل بالعقود الفاسدة وكذا وكذا وكذا، طيب من يتحمل مهابة إسقاط الحرام في مجتمع المهجر؟ إذن طب نعمل إيه؟ نتحرك في المساحة المتاحة، في مساحات متاحة، المساحات المتاحة دي نتحرك فيها. عندنا مؤسسات إسلامية أو بتقول إنها إسلامية، وإحنا دايما عايزينها مولانا إسلامية 100%، إحنا عايزينها دايما، مش عايزين نرضى بواقعنا، لازم تبقى إسلامية 100%. طب هو أنت مسلم 100%؟ طب هو أنا مسلم 100%؟ يعني كيف تطلب الفضل ممن فاته العدل؟ وبالتالي أنا بقول لا تذهب لأي مكان قبل أن تذهب إلى المؤسسات الإسلامية وتطرق أبوابها، وأنا عارف إنهم غلسين، عندهم غلاسة، يطلب منك أوراق قدك ده، عايز أوراق من تاريخ ميلاد جدك وتكسر ترن ومعرفش إيه وكذا 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 وكذا، بس عشان تبقى عذرت إلى الله، يعني رحت خلصت نفسك. يعني طبعا أنا مستشار الـMSSA من 20 سنة ولا أكتر من 20 سنة، ما باخدش منهم مليم واحد. ليه؟ عشان يبقى صوتي قوي هنا، عشان لما أتكلم يبقى صوتي قوي وما يستطعش النجار ان يقول لي لا، ولا الحداد، واخد بال حضرتك؟ فيعني انا بقول والله العظيم، وانا يضيق صدري كثيرا، وصديقي البروفيسور علاء الدين يعرف، وكم من مرة اتصلت به وقلت له انا يعني خطأ، وكان من الناس اللي يقول لي اصبر ده جهاد ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، لكن مع كل هذا لابد من دعم المؤسسات المالية الإسلامية حتى ولو كانت تحقق 10% 20%. MCCA بدأت $15,000، الآن بتشتغلوا في كام يا عم نجار؟ 1.2 مليار مليار استثمارات بأيد مسلمين، ليه نبعد عنها؟ هو ده المشكلة. والله أنا لا يعني لا لا ما بعملش دعاية لمكة، لأنهم للMSSA، وأول واحد مطلعين عينيه أنا، مطلعين عيني في المركز اللي احنا خدناه
ومطلعين عيني في البيت اللي انا خدته، وانا خدت منهم بيت عشان من ضغط الناس يقولوا لي طب انت بتأيدهم، طب ما انت ما خدتش منهم بيت، طب ليه ما خدتش منهم بيت؟ دليل على انهم كذا. فروحت خدت بيت وامري لله. خلصوا خمس دقائق يا مولانا. فانا بقول يا جماعه، حاضر يا مولانا، فانا بقول يا جماعه من فضلكم اسقاط مهابه الحرام كارثه في مآل الامور على مستوى الاجيال اللي جايه، لان انت بتسال الان ابنك مش هيسال ولا بنتك هتسال. وتذكروا قل ان ربنا مش هيسالك انت عندك بيت ولا لا، لكن تذكر قول الله تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. شكرا.